ولعدم فسحاتها التي تتنفس من خلالها بعيدا عن ضجيج الأزمة الراهنة وأحداثها. مهرجان الشاي العدني هو الحدث الثقافي الذي أقيم في باحة منارة عدن التاريخية، ومثل رسالة مدنية لعدن من خلال الشاي ورمزيته التراثية الخاصة. أتت هذه الفكرة لكي يتم تخليدها في ذاكرة عدن الثقافية ويتم الاحتفال فيها سنويا، وهذا اليوم عانينا لأجل يوصل، فكان لنا يمكن 7 أشهر بدينا في التدشين وعانينا في وصول إلى هذا اليوم. فاليوم كان بالنسبة لنا جميعا الفريق كان يوم جميل رغم الصعاب اللي مرينا فيها. معرض للصور، وكان الشاي والطقوس المصاحبة له موضوعا رئيسيا، وأعلن عن الصور الفائزة في المهرجان، كما جسدت الطقوس حية بأطفال عدن وشيوخها وشبابها الذي يفتخر بإرثه المدني، بهدف تسليط الضوء ولفت الأنظار إلى جمال مدينة عدن وعراقتها، وأيضا دلالة ومكانة الموروث أو الرمزية الشعبية للشاي العدني عند العدنيين. أينما كانوا تجد الشاي العدني خير نديم وأقرب جليس للعدنيين سواء كان في عدن أو في المهجر. والحلو أنه نعيد حاجات التاريخية والمهمة يعني المهمة لنا إحنا في عدن. يعتبر الشاي مش بس شاي نشربه، لا بالعكس هذا يعتبر تراثنا إحنا. الشاي العدني بلونه الأبيض المضاف إليه كمية من الحليب صار ماركة لهذه المدينة وتقليدا مجتمعيا، كما لكل مجتمع تقاليده الخاصة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.